للحديث عن اليوم العالمي للغة العربية والتحديات التي تواجهها ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول القسم الثقافي في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، بداية مرحبا بك. في اليوم العالمي للغة العربية، كيف ترى واقع اللغة العربية في ظل تحديات العولمة؟ حياكم الله. بداية أقول العودة الصحيحة إلى اللغة عودة لاستئناف حياة الأمة، وهي عودة لاستعادة هويتها، وهي مسؤولية كل عربي ومسلم، فبها لا بغيرها تتحدد معالم الهوية. أما عن تحديات العولمة، فلم تهدأ معركة الاستهداف اللغوي منذ عهود الاستعمار وما قبلها، بل هي مستمرة بوتيرة متصاعدة وبأساليب جديدة. ومنها على سبيل المثال للحظ، لا يقبل من يتقنها مذيعا عند بعض القنوات العربية اليوم ما دام لا يتقن اللغة الإنجليزية، في حين أنها لا تشترط في تقديم كثير من البرامج. فهذا أيضا من تحديات العولمة. باسم العولمة تحافر اللغة العربية بسيل من المصطلحات الأجنبية والاختصارات السيئة، فقيرة المعنى، سيئة المبنى، بل والنحت، حتى النحت الفاقد لأسسه الصحيحة. فإذا كنا نريد مواجهة التحدي اليوم، علينا بالتسلح بما يكافئه في اللغة العربية، فهي الهوية، ومنها نبتدئ. ويمكنني القول كانت لنا لغة تميز قومنا وبها استنارت شمسهم كلماتها، لغة يتيه بوصفها علماؤها، لا ليس يعجز في البيان نحاتها، بمعاجم الألفاظ سادت فكرة بعض يموت بما جنته رواتها، كانت بمصطلح الحديث حياتنا ومفازة أن تستمر حياتها، ومعاهد القرآن تبقى منهجاً أكرم بها، منها ارتوت نحلاتها، قرطاس علم الأرض بغداد تفي، هذه العلوم بما تفيض دواتها. هكذا يجب أن تكون مواجهة التحديات العولمة. نعم أستاذ حارث، يعني هناك تحدي خطير يواجه بلادنا العربية، كيف أثر تردي الواقع التعليمي في بلادنا العربية على اللغة العربية، لا سيما على مستوى شريحة الشباب؟ تمام أخي الكريم، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وهي ركن أساس من أدوات الفقه وأصوله، وفي علم التفسير ودراسة التاريخ وباقي العلوم. هي لغة الدرس والفهم والتخاطب، كل نشاطات الحياة تمر من خلال اللغة. نحن اليوم نشكو تمرداً يعني جماعيا، بدءا من حملة الشهادات وليس انتهاءا بدرس اللغة العربية في مدارسنا. فكما هو معلوم اليوم، درس اللغة العربية فيه كثير من التفرعات، ويكون النجاح فيه تحصيل حاصل من خلال المحفوظات أو من خلال الإنشاء المستهلك الموضوعات والمعاني. اليوم إذا تحدث شاب بكلمات فصيحة أو بلغة عربية واضحة، يكون موضع الاستهزاء، أو أنه يحاول أن يعني أن يتعالى على أصحابه، في حين أنه إذا رطن بكلمات إنجليزية يوصف بالمثقف والعارف والواعي. كلام جميل. أستاذ حارث، في ظل الحروب التي تشهدها منطقتنا العربية والتهجير الحاصل، ماذا عن واقع اللغة العربية عند المهاجرين العرب؟ أليست الآن هي مهددة؟ نعم، في هذا الموضوع بالذات، الحرب كما تعلم سيد الكريم لها أثر سيء على واقع التعليم على وجه الخصوص. إذا توقفت الحياة وحصل التهجير، فلذلك يعني يكون أثر كبير في تخلف الأبناء باللحاق على ركب التعليم في الدول التي قريبة منهم أو في مستوى أعمارهم. مرت علينا تجارب كثيرة، ذكر لنا التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع القراء حفظة القرآن من الذهاب إلى الفتوحات خشية على التعليم،
من أجل أن يتواصل التعليم. في اليابان حدثت مشكلة الحرب وناكازاكي وما إلى ذلك، أقاموا الدرس على أنقاض البنايات. في كوبا أيضا فيدل كاسترو لما تولى الحكم ووجد أنه يواجه أمية كبيرة أوقف التعليم سنة كاملة وجهزهم وجندهم من أجل أن يمحو الأمية. خلال عام واحد أحدث نقلة بمحو الأمية بنسبة 100%. أما نحن اليوم يعني نواجه مشكلة كبيرة بمن يعيشون يعني خارج العراق، خصوصا في الدول الأجنبية، أضحى أبناؤهم يعني يعبرون عن خلجات أنفسهم أو عما يريدون باللغة الأجنبية ولا يستطيعون ذلك بلغتهم الأم. هؤلاء الذين يعيشون هناك تقع على عوائلهم مسؤولية تعليمهم، كما يحرصون على تعليمهم والحصول على الشهادات كذلك يعلمونهم اللغة العربية. طيب أستاذ حارث، الآن أخيرا يعني ما هو الدور المنوط على كل من المثقفين العرب والإعلام الناطق باللغة العربية للمحافظة على اللغة وإخراجها أيضا من أزمتها الحالية؟ نعم تمام، جزاكم الله خير. المهمة المطلوبة تقع على من يعيشون الأزمة، وكما تعلم سيد الكريم اللغة لا تعيش الأزمة، اللغة موجودة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وموجودة في معاجم اللغة وهي محفوظة بحفظ كتاب الله تعالى. فلذلك نحن نعيش الأزمة، حملة اللغة العربية أو من ينتسبون للعرب هم اليوم المسؤولين عن يعني مواجهة هذه الأزمة. كيف تكون؟ تكون بالتصدي إلى الإعلام الذي يستخدم العامية أو اللغة المحكية. اليوم المهمة تقع على كل مثقف ومتعلم، تقع أيضا على مدرسي اللغة العربية مثل ما تقع على مدرسي باقي العلوم. اللغة هي وعاء العلم، إذا اهتممنا بالوعاء صلح ما نقدمه من علوم تجريبية من خلال هذا الوعاء. نشكرك شكرا جزيلا. من عمان مسؤول القسم الثقافي في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ حارث الأزدي، شكرا لك.